ان شاء الله الجو يتعدى بها ونروح الناس كل فرحانين. قضيه ما بين الترجي والافريقي ديما عنده نكهه خاصه، وانا بصراحه تم ننتظر فيه واحد من الناس هبط من فرنسا باش نتفرج، عندي نكهه باش نتفرج في الدربي هذا. امي وجدت معايا ولدي، ولدي افريقي، ايش تحب تعمل؟ امي شيء يتعدى ماتش حلو ونظيف وان شاء الله اللي يلعب خير يربح. وعلى كل حال اليوم زوز من اعز الجمعيات اللي عندنا في تونس مش يتقابلوا مع بعض، وما نتصورش اللي يربح هذا ولا يخسر هذا، وزوز جمعيات من اعز جمعيات تونس، واللي يربح صحه ليه، وهذيك هي كرة القدم، وهذيك كرة القدم في تونس. لازم تكون فرحه تاع كرة في تونس، تلم برشا احباب، تلم برشا اصحاب، ثم جو كبير ياسر. لقاء الاجوار اذا فرجه وجو، والفرجه ما تزيد تحلى الا اذا كان ثم لعب جميل وهداف، واذا كذلك كنا نملكوا بعض المعطيات والارقام اللي يخليونا نفهموا اللقاء احسن. باش نقتصروا على خمسه ارقام فقط، هم عباره على خمسه تساؤلات. اولا ان المدرب خالد بن يحيى يملك سلسله ايجابيه تتمثل في 15 مقابله مع الترجي بدون هزيمه، هل انه يواصل اليوم هالسلسله هذه؟ ثانيا مدرب النادي الافريقي فوزي البنزرتي عمره ما خسر مقابله اجوار، لعب سبع مقابلات اجوار، اثنين مع الافريقي وخمسه مع الترجي ما انهزمش فيهم، فهل انه يواصل اليوم هالسلسله نتاعو؟ ثالثا الحارس شكري الواعر عنده الان سته مقابلات متتاليه مقبل خلالها اي هدف، وحافظ على عضاره شباكه طيله 585 دقيقه، هل يتمكن اليوم من مواصله هالمسيرة هذه؟ رابعا الترجي اللي كان انتصر في الذهاب عنده 23 سنة ما فازش على الافريقي ذهاب واياب، اي منذ موسم 73-74، فهل انه يحقق اليوم معجزة عليه طيلة 23 موسم؟ خامسا النادي الافريقي ما تمكنش من هزم الترجي في المواسم الخمسة الاخيرة، اي في 11 مقابلة متتالية، واخر فوز للافريقي على الترجي يرجع 5 مايو 91، فهل انه يتمكن اليوم من وضع حد لهالسلسلة السلبية؟ كل هالتساؤلات ما نجمو نجاوبوا عليها الا بعد ما نشوفوا المقابل. حيادي عندك برشا على الدربي ها؟ ايه عندي عامين تو. ان شاء الله تكون عوده الدربيات بالانتصار ان شاء الله. والله مقابله عاديه بالنسبه لي انا بحكم معناتها خبرتي طويله، ظهر لي ناس هي هولتها، اما مقابله عاديه تقعد معناتها دور ساعه ونص وتوف على روحها وتمشي في طي نسيانه. ان شاء الله واحد يحاول ديما باش ما يقبلش الاهداف، اما المهم كونه تو ثلاثه نقاط نتاعنا بالاهداف ولا من غير اهداف. كل مقابله عندها ظروفها ومهبول اللي يحكم على الدربي. ذلك باش تكون مقابله صعيبه، باش نعطي فيها 100% وان شاء الله نفرحوا الجماهير، جماهير النادي الافريقي اللي تستنى في المقابله هذه ان شاء الله. مقابله كما المقابله كل المرتبه الثالثه تهمنا ياسر، تخول لنا باش نلعبوا كاس الكاف الموسم القادم، وفما سمعه نتاع النادي الافريقي اللي باش يلعب الكره للكره وباش يحاول يقدم معناها وجه يرضي الاحباب نتاعو. ديما الدربيات عندهم نكهه خاصه، الاستفاقه اللي قمنا بها ان شاء الله نزيدوا اليوم ندعموها، حضرنا الربح ان شاء الله الربح اليوم، ما عندناش حتى اختيار، كان الربح اليوم ان شاء الله نربحوا. كره مدوره ما فيهاش امان، ديما ما امنش بها، خاطر مهما تكون التحضيرات ومهما تكون تكتيك تنجم معناتها في اي كره تنجم تغدر الفريق ولا تغدر، معناتها علاش نقول لك الكره ديما ما فيهاش امان، واحد ما امنهاش خاصة في الدربيات. خاصة في الدربيات، الدربيات مهما يكون الفريق معناتها الفوق ولا النقطة دربية يقعد دربية. لقاء الأجوار إذا ما فيهش واحد أحسن من الآخر، الزوز فرق ينطلقوا بنفس الحظوظ، وما فما حتى حقيقة كان حقيقة الميدان. في الشوط الأول كنا نجموا نشوفوا هدف من هذا الجانب ولا من الآخر. فالترجي بدا المقابلة بقوة وضغط على الدفاع الأفريقي بفضل التحركات السريعة للحمروني وبالحسن والشابي وبن أحمد. ولقى الافريقي صعوبه نسبيه للحد من خطوره هجمات الترجي، الشيء اللي خلاه يلعب بحذر ويعزز مناطقه الخلفيه، لكن سيطره الترجي ما امتدت كان 20 دقيقه، خذا بعد الافريقي بزمام الامور ولا هو اللي يتحكم في نسق اللقاء بعد ما كسب منطقه الوسط وتحرك وجا والرويسي، لكن التسرع وحسن استعداد الحارس الواعر خلاه الشوط الاول اللي تقاسموا فيه الفريقين السيطره ينتهي بالتعادل السلبي. صحيح بدينا بقوه من الاول ولعبنا معناتها شويه لعبنا شويه الفضائيات اللازمه، لكن رجعنا شويه على خاطر نادي الافريقي توخر طريقه برعايه شويه، وخر تالي اكثر ما حبش يجلس في القدام. معناتها احنا تراجعنا شويه باش نعاودوا الامور في الشوط الثاني. كيفاش باش يكون الشوط الثاني؟ الشوط الثاني باش يكون معناتها باش نحاولوا معناتها نستغلوا شويه كيما قلت الفضائيات الفارغه باش نلعبوا مع الجناب شويه. نحن ماخذين الحذر وهو ماخذين الحذر منا، زوج خايفين من بعضها
عبينا زوز وسط الميدان ما زغليناش هما ما زغلوش. في الشوط الثاني شهدنا فريق واحد يلعب وهو الترجي الرياضي اللي مرة أخرى يبدأ بقوة ومنذ الدقيقة الثالثة مخالفة ينفذها الشابي وجعادي يصعد أعلى من الجميع ويمضي الهدف الأول. الهدف هذا أعطاه شحنة معنوية كبيرة للترجيين اللي زادوا كثفوا من هجوماتهم واستغلوا اضطراب دفاع الإفريقي وتوفرت لهم بالتالي عدة فرص سانحة للتسجيل، لكن العارضة من ناحية والتسرع من ناحية أخرى ما خلاش هجوم الترجي يصعد الفارق، لكن سامي العروسي في دقيقة 30 يستغل هفوة كبيرة في دفاع الإفريقي ويمضي الهدف الثاني. الهدف هذا خلى الترجي يطمئن على مصير اللقاء ويخفض بالتالي من نسق لعبه ويترك المبادرة للإفريقي، لكن رغم محاولات فوزي الرويسي فإن شكري الوعري اللي كان اليوم في نهاره واصل المحافظة على عذارة شباكه للمقابلة السابعة على التوالي، مثل ما واصل المدرب بن يحيى سلسلته الإيجابية وما ينهزمش بعد 16 مقابلة، لكن الترجي بعد 23 سنة يتمكن من هزم الإفريقي ذهاب وإياب ويلحق بالمدرب البنزرتي أول هزيمة ليه في لقاء الأجوار. لكن النقطة الإيجابية أن الترجي والإفريقي الوحيدين اللي ما سجلوا لحد الآن في صفوفهم حتى إقصاء واصلوا هالسلسلة الإيجابية، وهو ما يدعم الروح الرياضية للزوز فرق اللي ميزت اللقاء رغم طابعه التنافسي من البداية للنهاية. وهم اللي الحمد لله يا رب المقابلة تمت معنا في ظروف طيبة ذاك اللي فات. على كل حال هذا الدربي وفزنا به وإن شاء الله في المقابلة اللاحقة.